الانترنت فيه تحسن لكن قلنا مش كافي. تطلعات المواطنين تطلعات شبابنا، احنا كان اجتماع تقييمي مع متعاملين النقل وطلبنا منهم باش يسرعوا وتيرة يعني تطوير شبكة باش نكونوا نجاوبوا تطلعات المواطنين والشباب تاعنا. كاين تحسن لكن مش كافي، وماشي ان شاء الله كاين التزامات من طرف المتعاملين باش يسرعوا الوتيرة، وحنا خذينا مسؤوليتنا وتم سيتم تحرير في الايام القادمة يعني حزمة ذبذبات اضافية اللي تسمح بتسريع هذه الوتيره تاع تطوير الأسماء في النقل، وان شاء الله احنا ماشيين ان شاء الله في الالتزامات تاعنا.